بدأنا بالمنتخب، تحولنا إلى الزمالك ثم إلى الأهلي والآن إلى مانشستر سيتي وليفربول. هذا اللقاء اللي كان ما بين اتنين من عمالقة التدريب في العالم، بيب جوارديولا ويورجن كلوب. نعرف من تامر بدوي وعز المباراة دي شافوها إزاي، اللقاء اللي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. العالم كله كان بيتفرج على اللقاء ده. تامر اتفضل. مباراة بتجمع بين اتنين زي ما انت قلت من احسن المدربين في العالم، كل واحد عنده اسلوب. الاتنين اتفقوا في طريقتهم وفي اسلوبهم في النواحي الدفاعية يا هيما، الا وهي ان انا عاوز ادافع من قدام علشان اتجنب شر الخط الخلفي بتاعي والحلول الهجومية المرعبة بتاعت المنافس. هنا مثلا دي بروين، جابريل جيزوس، فودن، بتتكلم في ستيرلينج، والناحية التانية طبعا ثلاثي الرعب جوتا صلاح ماني. فكل واحد عاوز يقابل من قدام. تعال اوري لك بسرعة، نعرض الصور. يلا. مان سيتي كان بيلعب بيحول الطريقة هيمة زي ما انت شايف، على طول ست لعيبة لازم يكونوا في النص بتاع ملعب ليفربول في حالة بناية الهجمة من ليفربول. ست لعيبة معلم لك عليهم ست دوائر زرقاء، بيبقى ستيرلينج مهاجم وتحتيه في المركز رقم 10 كيفن دي بروينه، وبيروح فودن كهاف ليفت وجابريل جيزوس في الطرف اليمين عشان يلتزم بروبرتسون، وهناك فودن يلتزم بالكسندر ارنولد. هنمشي على طول ست لعيبه من هنا. نفس الموضوع ليفربول، هنا مان سيتي بيحضر للهجمه، هتلاقي ادي ثلاثه وادي ثلاثه، هناك صلاح وهنا ماني، واللي رايح يقابل جوتا، اللي وراهم اللي جوه الدايره فابينيو، اللي الصوره اللي قبليها لحظه، اللي على شمال فابينيو الكنتارا، واللي قدام الحكم هناك ده هندرسون. وفي بعض الاحيان كان ليفربول بيطلع كمان اكتر من ست لعيبه علشان يتجنب الصوره اللي بعديها. بقى بص كام واحد رايح يضغط في الحته المساحه اللي هناك اللي عند رايت الكورنر من لعيبه ليفربول، وليبرو الضغط زي ما بنسميه، هو فابينيو اللي مأخر نفسه من ورا عشان ياخد التشتيته. طيب دي في النواحي الدفاعيه الاثنين متشابهين. في النواحي الهجوميه جوارديولا كان بيلعب على اللعبه بتاعته اللي بيعشقها مع من ايام برشلونه، نجمع تمريرتين لعب، داني الفيش يقوم جاي من ورا غير متراقب، نغيرها له في ظهر المدافعين يروح يجيبها. انيستا انا شايفها. الناحيه الثانيه افتكر الناحيه الثانيه افتكر الماضي الاليم. ما انا هفتكره تاني، انا شكلي هشوفه جديد. هنا الكره راحت لفودن، هنا على طول اللي بيرفع ايده وبيطلب الكره مين؟ رودري، الراجل الرقم اللعيب الرقم 6 في المركز بتاع رقم 6. بص مين هنا في الطرف في ظهر المدافع، جابريل جيزوس في ظهر الناس بيطلب عشان تتحط له تشاب، اتحطت له، لكن المره دي نجح فيها روبرتسون. انا بدي لك بروفت الجول. يلا يا شباب الكره اللي بعديها، بص مين اللي ضارب مصيده التسلل، وهنا قدامه الكسندر ارنولد، اتعملت في المساحه الفاضيه، دخل جابريل جيزوس وسجل منها الهدف الثاني. يعني اذا الجول مش وليد الصدفه. طيب هنا بقى بسرعه ليفربول اشتغل على ايه في النواحي الهجوميه. طبعا كلنا عارفين ان بعد كوتينيو ليفربول اقوى حاجه عنده ما بيشتغلش على رقم 10، بيشتغل على الاطراف. روبرتسون في الطرف الشمال والكسندر ارنولد. ليفربول هدفه ان انا احرر الاثنين والاثنين يشتركوا في الهجمه الواحده، الاثنين يزيدوا في هجمه واحده. اتحطت من الكنتارا عند الكسندر ارنولد، الكسندر ارنولد زاد وداس عليها في مساحه، اتعملت بالعرض طلعت راحت لمين؟ 26 روبرتسون. روبرتسون هرجع صورة الفريم اللي فات، بس اتحطت لمين اللي هناك؟ الراجل الكسندر ارنولد. يبقى اذا باكين اللي اطراف زادوا في الهجمه الواحده، والثلاثي المرعب جوه في العمق. اتعملت بالعرض، الكسندر ارنولد ريحها للي جاي من ورا اللي هو دييجو جوتا، فقام حطها ببطن رجله في الزاويه البعيده. فاذا كل مدرب نجح لحد كبير في نواحي دفاعيه ونجح برضه في النواحي الهجوميه، كنت بتتفرج على مباراه متعه ما بين اتنين مدربين. ده كلام عظيم.